طب في الفيديو ده يا صديقي انا جاي اكد لك على 4 حاجات قلتهم لك انت مش عايز تقتنع بيهم ولا تصدقهم. رقم 1، لاي غرفة دفن مدخل من على وش الارض. رقم 2، وده الاهم، انه كان بيختار الصخر السيء والرديء واللين عشان يدفن فيه. ليه؟ عشان ما يغريش الطاعين الاحجار ويساعدهم على كشف المقبرة. رقم 3، واللي حضرتك اقنعوك بيها وانت مش عايز تصدقها، ان لازم يكون في بئر الدفن كلبات نزول وقطط طلوع. وقلت الكلام ده، مفيش الكلام ده، جايبها لك برضو في الفيديو. رقم 4، واللي هو اهم من كل ده، ان البير الذي شيد خصيصا لغرفه الدفن مش هتقدر تدخل لغرفه الدفن الا من خلاله. كل اللي معروض في قدامك في الفيديوهات ده هي مقابر للاسره الرابعه الثالثه والثانيه في سقاره. بس قبل ما نروح بقى للشرح، دليل واكد لك واول مره اطلبها منك، لايك وكومنت وشير بقى عشان المعلومه توصل للناس كلها. تعال بقى نروح لاول حاجه، وهو لاي غرفه دفن مدخل من على وش الارض. قدامك اهو في الفيديو، تابع بقى معايا في الفيديو كله، لان كل اللي هيتعرض لك في الفيديو مداخل من على وش الارض سواء بير او خلافه. ده رقم 1. رقم 2، ولاحظ برضو في الفيديوهات كلها اللي هتجي لك او اللقطات اللي هتجي لك في الفيديوهات دي مختلفه شويه، ان نوع الحجر رديء وسيء. رقم 3، وده الاهم، اللي قدامك اهو داخل الابيار كلها، ما فيش حاجه اسمها كلبات نزول ووشك للحيطه وظهرك ليا وتنزل على كلبات النزول وقطط الطلوع ويبقى شرق وغرب والقصه التعبانه دي. رقم 4، واللي هو الاهم من كل ده، ان البير الذي شيد خصيصا لغرفه الدفن مش هتقدر تدخل لغرفه الدفن الا من خلاله، حتى لو مسكت سلوك التيار العالي كمان. قدامك في كل فيديو او في كل لقطه جات لك في الفيديو بير دفن في الارضيه. ولو رجعت لكلامي لورا كده شويه، قلت لك لو اعتبرنا ان دي مغارات صخريه، اول حاجه بتكون في ارضيه المغاره هي ابيار دفن. تحياتي لكم جميعا، انا احمد سفاري، ودي صفحه زاد اشارات مبتول. السلام عليكم.